النهارده يعني زي ما كنا بنتابع كده على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا انه النهارده طبقا للحسابات الفلكيه هتشهد الكره الارضيه كسوف جزئي للشمس. ايه الحكايه بالظبط؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على مصر كلها، وكل سنه وانتم طيبين. يعني أولا عيد العمال بكرة إن شاء الله، وثانيا عيد الفطر مبارك، كل عام ومصر كلها بخير. وحضرتك طيب. بخير يا فندم. طيب لو تكلمنا يا فندم عن هذه الظاهرة، يعني كلمنا عن الكسوف الجزئي للشمس. بداية كده نعرف المشاهدين يعني إيه ظاهرة كسوف للشمس. الكسوف لما بيكون الأرض والقمر واقع ما بين الشمس والأرض، فبيحجب نور الشمس عن الأرض، وبالتالي بيبقى كسوف. الكسوف ده بيكون ليه درجات او مراحل. كسوف جزئي زي النهارده او كلي لو القمر مغطي سطح الشمس كله. على عكس من الكلام ده الخسوف، لان في ناس كثيره بتتلخبط ما بين الكسوف والخسوف. صحيح. الكسوف دائما للشمس والخسوف دوما للقمر، اللي معناه بيكون الشمس واقعة ما بين الارض والقمر، فبتحجب انعكاس الشمس على القمر للارض، وبنشوف القمر مخسوف. الظاهرة اللي هتحدث النهاردة هو كسوف جزئي للشمس، معناه أن القمر هيغطي حوالي 64% من قرص الشمس، ولذلك بنسميه كسوف جزئي. الكسوف دوت للأسف احنا مش هنشوفه في مصر ولا المنطقة العربية، لأن هيحدث الساعة 8:35 دقيقة مساء، يعني هتكون الشمس غربت عندنا. هيتشاف في أمريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي وجنوب المحيط الأطلنطي. هيستمر لمدة 3 ساعات و40 دقيقة تقريبا، بمعنى أنه هينتهي الساعة 1:45 صباح الأحد 1 مايو. يمكن برضو بيتردد على مواقع التواصل لما بيكون في ظواهر كبيرة زي كده، الشمس فيها كسوف وبقى يعني إيه، في غضب من ربنا على الأرض أو غضب الطبيعة أو حاجات زي كده إطلاقا. احنا بنأكد دي ظاهرة فلكية في نصابها الطبيعي، ما فيش فيها أي غضب ولا أي حاجة غير طبيعية. احنا طبعا الحسابات الفلكية احنا عارفين من بدري ان الكسوف ده معاده. ده معاده يعني معنى كده يا فندم ان هذه الظاهرة سنوية في نفس التوقيت من العام بتكون هذه الظاهرة؟ لا، مش لازم تكون سنوية، لكن معروف حسابها طبقا للمدار بتاع القمر والأرض والشمس، فبالتالي احنا عارفينها من حساباتنا الفلكيه، لكن مش ثابته في مواعيد ثابته سنويا، عشان نقدر نقول كل سنه مثلا في شهر مايو او في شهر ابريل هيبقى فيه كسوف للشمس. لكن دوما كسوف الشمس لما بيحدث بيكون مع بدايه الشهر العربي اللي فيه القمر، او بيكون في طور المحاق، المحاق اخر الشهر او الهلال اول الشهر الجديد. ما دون ذلك ما بيحدثش كسوف للشمس. لكن تاني برضه بنستغل الفرصة بنقول أي ظاهرة فلكية احنا بندعو كل المواطنين اللي يقدر ينظر ليها ويتابعها ويستمتع بيها، سواء بالعين المجردة أو بالكاميرات المعظمة أو التلسكوب إن أمكن، إلا في حالة أي ظاهرة مرتبطة بقرص الشمس زي كسوف الشمس، أو لو فيه عبور جرم سماوي أمام قرص الشمس، فده بنحذر المواطنين من النظر بالعين المجردة للشمس، لأنها ممكن تؤدي للعمى لا قدر الله. لكن ما دون ذلك يستمتعوا بالظواهر. الأيام الماضية كان عندنا اقتران للقمر مع عدد من الكواكب، وكانت ظاهرة جميلة جدا، يعني بترى في النصف الثاني من الليل لحد شروق الشمس. يوم 12 مايو الجاي هيكون عندنا كسوف جزئي للقمر، وده هيشاف هنا في المنطقه بتاعتنا. في ندعو كل المواطنين يستعدوا ليه، لهواة الفلك طبعا، ويستمتعوا بمتابعه تلك الظاهره. طيب دكتور جاد، يعني حضرتك بتتكلم على هذه الظواهر اللي بنشهدها، يعني عايز اعرف من حضرتك هل في اضرار ممكن تحصل على سبيل المثال نتيجه لكسوف الشمس او كسوف القمر، او هل هذه الظواهر ممكن يكون ليها دلالات نستفيد منها علميا؟ هنبدا من الجزء الاخير. دلالات علميه طبعا احنا كمعاهد فلك وباحثين فلك بنستفيد منها بحاجات كثيره. اولا بتدي فرصه اكبر لرصد قرص الشمس او سطح القمر. حضراتكم عارفين
ان دراسه سطح الشمس مهم جدا علشان العواصف الكهرومغناطيسيه والبقع الشمسيه، فدي بتدي فرصه علميه اكبر لاتاحه الدراسات دي. لكن كاضرار مفيش اضرار على الارض، بالعكس يعني ظاهره الكسوف للشمس بتمنع جزء كبير من الاشعه اللي بتصدر من الشمس من الوصول للارض اثناء عمليه الكسوف، فبالتالي ملهاش اضرار. الضرر الوحيد فقط لو اي من المواطنين المتابعين حاولوا ينظروا للشمس بالعين المجرده. تمام؟ كذلك ظاهره خسوف القمر، بل العكس ده هي ظاهره بتبقى جميله والناس كثيره بتطلع بتتابعها وتستمتع برؤيتها، ملهاش اطلاقا اي اضرار اكثر من ان احنا بنستفيد علميا من تدقيق حساباتنا الفلكيه. حضراتكم نعرف ان دوما يعني بيثار برضه لغط على مواقع التواصل مع بدايه الشهور العربيه وتحديدا رمضان والاعياد، واحنا صمنا يوم بدري او صمنا يوم متاخر. صحيح. احنا بناكد الناس لان الحسابات الفلكيه مظبوطه، بناكد حساباتنا الفلكيه وبندققها اللي هي دقيقه بالفعل من خلال الظواهر الكبيره زي كده. يعني بنقول النهارده مثلا في كسوف للشمس هيحصل يوم كذا والساعه كذا وبالدقيقه كذا، بيحدث في الدقيقه او في التوقيت اللي متحدد، مع ان الحسابات والاسرار الفلكيه مظبوطه. تمام؟ دي نقطه مهمه جدا يا دكتور الحقيقه، يعني خلاف مع الرؤيه او الاراء الفقهيه، بالعكس يعني طبعا في مجالات واسعه، وده يعني سماحه الدين ان دايما بيبقى في مساحه للراي الفقهي اللي بتتيح الاختلاف. طبعا في مذاهب وفي اراء كثيره كلها مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.